مع دخول شهر رمضان تستعد البيوت الأثيوبية لإعداد وجبات عربية لكونها تتلائم مع الشهر الفضيل. التجربة التي اكتسبها المغتربون الأثيوبيون في بلدان عربية أتاحت لهم تعلم إعداد هذه الأطعمة، ومن لم يتح له ذلك فإن مطاعم عربية كثيرة تكون بانتظاره في أديس أبابا لإشباع رغبته. طبعا الوجبات اللي متواجدة معنا في رمضان معروفة، السمبوسة، الشوربة، الشفوت، التمر، الباقية، المحلبية، معاك الفرونت باج، معانا المندي أيضا في وجبات العشاء بعد الإفطار، معانا الدجاج، معانا الموفو المجمر، السلطة بأنواعها، الحمص، الرز بأنواعه. طبعا الأيادي التي تطبخ لدينا لم تتغير طوال العشرين سنة الماضية. تحظى هذه المطاعم بإقبال كبير بالنظر إلى تقديمها أطباقا متنوعة ذات خصوصيات عربية، خاصة من مطابخ البلدان العربية القريبة جغرافيا من أثيوبيا والقرن الإفريقي عموما. منذ فترة طويلة وأنا أقصد المطاعم العربية هنا خاصة في شهر رمضان لمذاقها الجيد بسبب خبرة العاملين. هذه المطاعم يقصدها الأثيوبيون والعرب فهي تلبي رغبة الزبائن. إحنا كسواح أول ما ندخل من المطار بنسأل عن المطاعم العربية، والحمد لله رب العالمين. رمضان ممتاز هنا في أثيوبيا، أجواء رائعة والأكلات ممتازة، خاصة مطاعم صنعاء، مطاعم باب اليمن، كينج يمن، هذه مطاعم رائدة كل العرب تقصدها. تعيش جاليات أثيوبية كبيرة في عدد من البلدان العربية، وقد أدى احتكاك أفرادها بالمجتمعات العربية إلى تعودهم على ما تتميز به مطابخ تلك البلدان، ومن ثم نقلوها معهم إلى بلدهم أثيوبيا خاصة في شهر الصيام. وجدت المأكولات العربية والشرقية مكانا لها في العاصمة أديس أبابا، وبات المذاق العربي مألوفا في أرض الحبشة كما يقول رواد المطاعم هنا. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.